على 90 جايين وجي معاكم مع برنامج باب الغنى كل حد من 6 ل 8 على راديو 90 مين عطا ورانا سماحة. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات ويا رب تكون أجازة ويك أند كده سعيدة. وسؤالنا على السوشيال ميديا بيقول أغنية الصيف بالنسبة لك إيه؟ إيه اللي بيمثل الصيف بالنسبة لك؟ تسمع أغنية إيه؟ تقول آه الصيف ابتدى، الصيف دخل. كنا هنكتبها مطرب بس قلنا خلينا نخليها اغاني احسن. طبعا هتكلمونا على 2-18-10-8-66 والاس ام اس على 1-99 فيسبوك سلاش راديو 9090 تويتر هاشتاجنا على تويتر باب الغنى 2021 بين كل كلمه وكلمه اندرسكور. وكمان تقدروا تشوفونا وتسمعونا من الابلكيشن بتاعنا راديو 9090 من اي اب ستور او الويب سايت بتاعنا 9090.fm. ايه هي اغنيه الصيف بالنسبه لك؟ كلمنا او اكتب لنا كومنت على صفحتنا صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك. ونسمع أغنية حصري عندنا على الراديو طبعا الهضبة اتقل حصريا على الراديو 90 الله عليا. سمعنا باشا هنبتدي معاكم حلقتنا. وايه أغنية الصيف بالنسبة لك معانا؟ آية. آية ازيك يا منى؟ عامل ايه؟ أخبارك يا قمر؟ تمام الحمد لله. أنا كويس. كله حلو؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. قولي لي كده ايه اللي بيرقصك في الصيف كده؟ بتسمعي أغنية معينة بتحس ان الصيف خلاص جه دخل؟ عملت جني وعندنا عنب. سلام عليا الله عليا بجد الله عليا بجد. بقى مين وعد؟ يا سلام يا سلام على. طب مين تاني يعني؟ خلينا خليني على جنب كده، مين تاني تحب تسمع؟ مين تاني في الصيف او بالنسبه لك ده بيمثل الصيف؟ طبعا يعني عمرو دياب اكيد. الهضبه طبعا. طيب تمام يلا بينا نلعب. يلا بينا. حافظه كويس جدا؟ طب يلا. خدت ثواني وكان قلبي طالع كسبان. ايوه رحت قلت لها ان انا ولهان. يا سلام يا سلام مقلوش. برافو عليك والله. عاوز اسلم على جسمي كله طبعا. عايزه تقولي حاجه قبل ما نقفل؟ اه اسلم على جسمي كله وكلهم بيسلموا عليك. سلمي عليهم كلهم. بسلم لك نورتينا ايوش كده. ربنا يخليك نورتينا ايوش. يلا نروح نسمع غنى ونرجع نكمل معاكم باب الغنى. لسه مكملين معاكم على الراديو 9090 وبتسمعونا بتسمعوا باب الغنى كل حد زي ما انتوا عارفين من 6 ل 8. وايه اغنيه الصيف بالنسبه لك؟ ايه الاغنيه بتسمعها بتحس ان الصيف دخل خلاص يا جماعه؟ زيزي رافض بتقول قاضي بلاج. الله حلوه جميله. نبيل عبد الله الرحماني حبيبنا ومستمعين الراديو 9090 بيقول اوبا لرنا سماحه وعملت جني والصيف ابتدى والصيف ابتدى الواما. امتى بقى اغانيكم الجديده انت ورنوش؟ قريب جدا ان شاء الله هنقول لكم كل حاجه جديده هتنزل امتى بس عامل لكم مفاجاه حلوه يعني. معانا نوران. نوران ازيك؟ الو مبارك. ايه يا قمر؟ وحشتي يا قمر قد الدنيا. وانت كمان والله. اخيرا 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 يا استاذه نوران. اخبار الامتحانات ايه؟ خلصت؟ اه خلصت الحمد لله. وحاسه بايه؟ احكي لي كده. ما اخلص احساس ثلاثه من السجن. احساس من السجن بعد كده. طب وعملتي ايه في الامتحان؟ حاسه ان انت تمام؟ بس امتحانات امتحانات بس الحمد لله خلصت. مش مهم انا عملت ايه، المهم ان انا خلصت منها. النتيجه امتى طيب؟ يوم 15 ان شاء الله. طب شد حيلك يا كتكوت. اكتر كتكوت. ماشي قول لنا ايه اغنيه الصيف بالنسبه لك يا نوران؟ تسمعي ايه تحسي ان الصيف دخل خلاص؟ مفيش يا ولد على مفيش مفيش. طب وبعيدا عن مين عطا مين تسمعي ايه تاني ممكن تحسي ان الصيف؟ السنه دي حبيت صعبه تامر حسني. صعبه 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 انت بجد. أيوة. صعبه صعبه جميله. ماشي نلعب مع بعض. يلا يلا كمل انت شغلك حد من الاغنيه وانت تكملي. ابن بلادي مش عارفه ايه كده بس ابن بلادي ايه حضرتك؟ في ابن بلادي بقى شغلك كده كمل. ما حسستني ليه خوفك من الموضوع؟ ما حسستني ان ابن بلادي غلط؟ لا مش خوف. الاغنيه قديم قوي بس ما سمعتش من زمان فصراحه. ده انت بقى كتير ما كلمتيش يعني لازم تكوني محضره. اوعدك المره الجايه حضرتك جامد قوي. اوعدك اشكرك اوعدك. طب عايز تسمع حاجه معانا؟ عايز اسمع اي حاجه ليك وعايز اسمع جيش مناوي جدا. احلى تحيه للجيش مناوي وجايلك قريب قوي. يلا نشوفكم كلكم مع بعض قريب ان شاء الله. هسمعك حاجه حلوه دلوقتي برضو نوال الزغبي يرقص. يلا بينا لسه مكملين معاكم حلقتنا على الراديو 9090. وايه اغنيه السيف بالنسبه لك؟ لو احنا شويه كومنتس كده على صفحتنا على الفيسبوك. علاء سلامه بيقول يا سيف يا سيف. بيبو يقول يغور السيف باغانيه. ليه يا عم بس كده يا عم ليه؟ محمد فيصل داني ايهاب توفيق مثلا. محمد احمد خليفه نار يا حبيبي نار يا سيدي. ماشي معانا مين؟ زينب. يا زوزو عامل ايه يا مان؟ ازيك يا زوزو؟ الحمد لله. اخبارك ايه واخبار الصيف معاكي ايه؟ تمام حر قوي. شياكه الجو النهارده رهيب. النهارده بس يعني اكتر النهارده صح؟
طب قولي لنا كده ايه الاغنيه اللي بتسمعيها بتحسي ان انت في الصيف اليومين دول في الحر ده؟ احنا بنسمع انا صاحب مقسوم ده تمام جامده. ها قوي عدوا الجمال بقى شغلها لنا بقى. شغلها لك حاضر. طب وقول لنا ايه تاني بتسمع مين تاني في الصيف تحس ان الصيف دلوقتي؟ هضبة طبعا. الهضبة ايه اغاني الهضبة مثلا بتحبيها تحس ان القديم؟ كل اغاني القديم بتطبع على الصيف. ايه القديم مثلا الحاجات الحلوة القديمة؟ القديم حاجات البوم ليه نهاري كله ليه نهاري. بحبه. ماشي هلعبك اغنية منه دلوقتي. يلا نلعب. يلا استنى بس اقول لك على حاجة. استنى بس انت مستعجل ليه؟ ماشي أوش. عايزه اقول نسرين كل سنه وهي طيبه وعقبال مليون سنه. كل سنه وانت طيبه نسرين. وعايز سلام على الجيش المناوي كله وامان ابراهيم بتسلم عليك. سلمي عليها جدا جدا وتحيه لكل الجيش المناوي اللي بيسمعونا على الراديو 99. ويلا بينا نلعب. افضل ورا منك الف وادور ان شاء الله انا رحت للميت دكتور. ايوه كمل انت بقى يا حبيبي دوايا النانا. ماشي يا عم برافو عليك. عليك نفسي اوقعك في مره زوزو مش عارف بحاول بحاول جاهدا ان انا اوقعك في اي اغاني بس مفيش. اوعدك ان انا اوقعك الحلقه الجايه هقول لك انا كده. ماشي يلا نورتيني سلام. طب انا عايز اقول لاخويا وصديقي وحبيبي المطرب والملحن العالمي بالنسبه لي اسلام زكي كل سنه وانت طيب والناس بتعيد ميلادك وعقبال بقيت عمرك يا رب كله نجاح وخير وسعاده يا رب انت وكل اهل بيتك. وهنسمع لك غنوة دلوقتي بقى نسمعه معايا اسلام زكي خايف لو قابلته. معاكم على الراديو 90 90 وباب الغنى كل حد زي ما انتوا عارفين من 6 ل 8 برنامج المزيكا واللعب والدلع واللي صوته حلو برضو يكلمنا عشان يغني معانا على الهوا تكلمونا على 2 18 10 8 66 او اي حاجه عايزين تبعتوها اس ام اس 199 9 والفيسبوك بتاعنا صفحتنا الراديو 90 90 والهاشتاج بتاعنا على تويتر باب الغنى 2021. طبعا هتشوفونا وتسمعونا لايف من الابلكيشن بتاعنا او الويب سايت 90 90 دوت اف ام. معانا مين؟ غاده يا غادة. الو غادة غادة ريحت شوية. طيب صفحتنا على الفيسبوك زهراء علي بتقول يلا نعيش قصاد عيوني على المزيكا محبك لأحمد جمال. جميل جميل. غادة مالك احنا لسه هنغني له كمان واضح ان في استياء من الصيف ليه يا جماعة. جميل جميلة. اماني جمال اوبا اوبا رنوش طبعا ده اساسي. ريهام حماد عن قود العنب مساء الفل يا ريهام. عمرو كهربا كفايه انك منورنا على الراديو ربنا يخليك عمور وعايز يسمع اغنيه بيلي ايليش. حاضر يا منير عينيا سلام. نسمع ايه؟ عايزين نسمع حاجه كده فرفشه في الصيف بقى. رقصوني حكيم يلا بينا. لسه مكملين معاكم حلقتنا على الراديو 90 90 وباب الغنى. وايه اغنيه الصيف بالنسبه لك؟ بتسمع الاغنيه دي فبالنسبه لك كده انت في الصيف دلوقتي. انا بالنسبه لي طبعا الهضبه وتامر حسني ده الصيف بالنسبه لي. كومنتس على صفحتنا على الفيسبوك. بلو كلاون بتقول مين عطى سلام يا سلام. محمود البرتغالي مساء الخير على كل مستمعين الراديو 90 90 مساء الفل عليك. الصيف كله سكر بالظبط كده. سالم بيقول اوبا رنا سماحه طبعا. غاده جمال عن قود العنب وعملت جندي معجبين وكل اغاني مين ربنا يخليكي. ورنا عاطف بتقول اوبا رنا سماحه. لسانت حكايه بقى عندها ايه مشكله بسيطه كده عايزين نحلها. هي ليه حسن النيه والطيبه بقت بتتشاف غباء؟ هو ليه كل ما نقرب حد لينا ونوصله لمرحله ان هو يكون الوحيد اللي نقدر نحكي معاه براحتنا في الاخر يشوفنا رخاص قوي؟ ليه كده؟ الموضوع كبير قوي وشكلك مجروحه لسانت حكايه. سوزي الو. الو يا مون. ازيك يا سوزي؟ عامل ايه يا مون؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار الصيف ايه معاكي؟ يعني الحمد لله لطيف. ها يعني بتسمعي ايه كده من بتسمعي الحر؟ لطيف. ما هو الحر برضو بيساعدنا في حاجات كتير تانية يعني. لطيف برضو بيقضي على كورونا و... بس نستحمله شوية يعني. حلو الصيف احسن من المطرة والسقعة والبرد مش عارفه تقعدي في حته في الخروجات والكلام ده من البرد يعني. بالنسبه لي الصيف احسن بصراحه. انت بالنسبه لك ايه؟ هو ده ليه مميزات وده ليه مميزات صح وده ليه عيوب وده يعني عيوب. يعني ايه قولي. الصيف اغاني انت طبعا عملت جن ربنا يخليكي بحبها كمان. قوي وانا كمان حقيقي على فكره وانا كمان بحبني قوي صح. بحبني قوي والله كلنا بنحبك يا ربنا يخليك يا سوزي. وايه تاني بتحبي تسمعي؟ مين تاني بتحسي ان انت في الصيف؟ الهضبة ماما. اسمع ايه الهضبه؟ ايه الاغنيه اللي بتفكرك؟ مؤخرا بحب اماكن السهر. اماكن السهر حلو قوي. طب يلا نلعب.
يلا هنلعب دلوقتي كلمات الاغاني. هقول لك كلمات اغنيه وتقولي الاغنيه دي ايه. تمام. اتاكدت ان انا ما اقدرش اعيش غير وانا وياك، وهقول لك ايه ده مفيش ثانيه تعدي ما توحشنيش، وارتحت معاك. طب اسمه، طب اسمي ده ايه؟ لا تعرف. ايه رايك؟ ايه رايك فيا؟ ها؟ حد قال لك حاجه؟ محدش عارف يجاوب طبعا. محدش عارف حاجه، محدش عارف حاجه. ماشي ولا يهمك يا سوزي، الحلقه الجايه تذاكري شويه وتيجي نلعب. يلا بينا. سمعنا بقى ايه؟ اعمل عقله؟ يلا نانسي عجرم. ولسه لسه مكملين معاكم على الراديو 90 90، مين عطى كل حد من 6 ل 8 على الراديو 90 90 باب الغنى. معانا غاده. غاده ازيك؟ الو ازيك يا جماعه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار الصيف معاكي ايه؟ طبعا وحش. طبعا وحش؟ طبعا. ليه بس كده؟ ده الصيف جميل وبيحبكم. لا وحش خالص. وحش خالص؟ وحش خالص خالص يعني؟ خالص كده. طب ايه اللي بيفكرك بالصيف طيب؟ طب انا اقول لك ايه، طب ايه اللي بيفكرك بالشتاء؟ اغنية ايه الاغنيه اللي بتفكرك بالشتاء ولا عامل ايه؟ الشتاء عادي، حاله مؤقته. بالسلام. طب هو ايه في الدنيا؟ يا سلام. طب والصيف؟ الصيف عند العنب عملت جني. ايوه. كل اغاني مين عطا يا ستي؟ ربنا يخليكي. تعالي نلعب يلا كلمات الاغاني. تمام. ياما حكيت عليك للناس وللايام، قالوا لي خيال وقلت حقيقه مش اوهام، قالوا لي ملاك بتحلم بيه. ايه عمرو دياب؟ غلط. باين حبيت عمرو دياب. ازاي حبيتني ايه؟ باين حبيت عمرو دياب. لا لا غلط. تاني هقول لك تاني. ياما حكيت، شفتي بقى ان انا بوقعكم يا جماعه، انا مش سهل خلي بالكم، انا صعب جدا. ياما حكيت عليك للناس وللايام، قالوا لي خيال وقلت حقيقه مش اوهام، قالوا لي ملاك بتحلم بيه ومش انسان، رهنت عليك وديني بقيت انا الكسبان. ادهم. اسمه لا ادهم مين؟ فاكراه. يا بنتي بتقولي ايه؟ انت سخنه ولا ايه؟ فاكراه والله. ماشي خلاص مش هقول لك، انت مش عارفه؟ مش هقول لك بصراحه. حلو قوي الموضوع ده. وخلي اللي يتصل بعد كده بقى يروح قايل له غنوه ثالثه، يقول لي بقى اسم الغنوه دي. ها؟ عشان تبقوا تغشوا من بعض قوي. قفشكوا وعارفكوا كلكوا. وخلي بالكوا اللي بتغششكوا دي بتوقعكوا، انا عارفها يمين، مش هسيبها في حالها. ماشي يا غاده، عايز تمسي على حد قبل ما تقفلي ولا تمام؟ ربنا يخليك. احلى تحيه للجيش المنيا ونورتينا يا غدغود. نروح نسمع محمد رشاد مش شمتان. ولسه بتسمعونا على الراديو 90 90 باب الغنى من 6 ل 8 كل حد. معانا مين؟ ريهام. ريهام. ايوه. ازيك يا ريهام؟ ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كله تمام ولا كله زي الفل؟ عايزين نحدد موقفنا. الاثنين. عايزين نحدد الموقف. الاثنين؟ طب الحمد لله يا رب دايما. قولي لي السب بالنسبه لك بيمثل لك ايه؟ ما بحبوش يا ماما. هو ايه يا جماعه كل الناس بيكلمني كده، ما حد يشجعني؟ لا لا ما حدش بيحب الصيف، ما حدش بيبقى مبسوط في الحر اصلا. يعني انا بس اللي ما بحب الصيف؟ لا هو الصيف حلو في حاله واحده، لو انت هتقضيه كله على البحر، وده ما بيحصلش طبعا. صح صح. بس البحر لطيف برضه يعني، الصيف والمصيف والتجمع العائلي كده في السفريه الحلوه دي بيبقى لطيف جدا. حلو. حلو طبعا. ماشي. طب قول لنا ايه الاغنيه اللي بتعبر عن الصيف بالنسبه لك؟ الصيف عموما ولا الصيف ده بس؟ الصيف عموما في المطلق. انا بحب عنقود العنب جدا. وانا كمان بحبها جدا، اغنيتي فبحبها جدا. طب قولي لي حاجه تانية غيري، يعني حاجه غير اغانيه السنه دي ولا في اي اغنيه؟ اي اغنيه معينه بتفكرك بالصيف، يعني سمعتي الغنوه دي اشتغلت حسيتي بس احنا في الشتاء، حسيتي بالصيف. البنت العريض بتاع حسين الجسمي. جميله طبعا. انا بحبها جدا. يلا نلعب. يلا بينا. هقول لك كلمات غنوه وانت تقولي لي الاغنيه دي اسمها ايه. يلا بينا. جاهزه؟ مذاكره؟ يلا. مذاكره كويس يعني. ها؟ يعني حد غششك؟ يعني. لا والله. اتمنى نجوم السما تتجاب، هي الفرصه ليك تتساب، حبيت الدنيا معاك من اول يوم. ده حماقي؟ ده حبيبي عارف ايه. بصي التليفون قفل لوحده من اجابتك الغلط، التليفون قفل لوحده يا ريهام. يلا تتعود الحلقه الجايه ان شاء الله. وداري رموشك عني وداري داري داري. يلا بينا. ولسه مكملين معاكم حلقتنا على راديو 90 90. وايه اغنيه الصيف بالنسبه لك؟ ايه الحاجه الغنوه اللي تسمعها في الراديو او في قاعد بتسمع مزيكا وتحس ان الصيف، انت في الصيف دلوقتي. معنا تينا. تينا ازيك يا مون؟ وحشني. وانت كمان يا تينا، اخبارك ايه؟ كويس يا مون، انت عامل ايه؟ اخبار الصيف معاكي ايه؟ ما بلاش الصيف عشان انا بكره الصيف. ما بلاش اللون ده معايا.
محدش بيحب الصيف خالص كده تقريبا. من كل المكالمات اللي جات لنا في اتنين مثلا ولا حاجه بيعدوا كده. لا الصيف بيعدوا الموضوع بيقولوا هو بيحبه وما بيحبوش، بس يعني تقريبا شكلهم كده ما اتكلموش عن الموضوع فما بيحبوش يعني. هو 99% و9 من 10 بنات ما بتحبش الصيف. 99% و9 من 10 البنات ما بتحبش فعلا الصيف. انا بقى الواحد ده، انا الواحد الوحيد اللي بحب الصيف تقريبا. انت بينا كلنا يا كبير، ربنا يخليك. طب بصي دلوقتي تاني يمين قد الدنيا والله العظيم. وانت كمان يا تينا ربنا يخليك. قولي لي كده الغنوة اللي بتمثل لك الصيف ايه؟ الصيف عنقود العنب عملت جني. غير اغاني غير اغاني مين تاني؟ ممكن تامر حسني، اغاني تامر حسني الفرفوشة شوية، عمرو دياب مثلا الباشا الكبير ده مثلا يعني. طبعا. طب يلا نلعب بينا. لا استنى ده في جيت عايز يكلمك هنا. مين؟ ازيك يا عمو مينا؟ ازيكم يا حبايب قلبي. الجميل في الموضوع السينك، هما الاثنين مع بعض يعني، هما الاثنين في نفس الوقت بيقولوا الموضوع، ما فيش حد فيهم بيسبق الثاني حتى. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا مش سامعكم. وانتوا كمان وحشتوني، اخباركم ايه؟ عشان تحبني ده ايه الحلاوه دي؟ كمان بتغنوا لي عملت جني، مره انا الصاحب ومره عملت جني، ده انا متدلع خالص. لازم لبناني كمان. جرح وبكي ما بيجي حتى الحكي، بنت هوايا ضيعت عمري. الله 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 الله، دول لبنانيين بقى اساسا ولا ايه؟ لاني بعرفته شو حاول حب اللي كسرني وكل الناس عرفوه، ما كان لازم اصلا ايه لك لما تلاقينا اشتقت لك يا ليل. ده ايه الحلاوه دي يا تينا؟ سلمي عليهم جدا ولازم اشوفهم قريب جدا على فكره عشان انا حبيتهم. هما بيحبوك قوي ده، هما صدقوا اصلا انا يعني. يلا اشوفهم قريب جدا بقى، هاتيهم اشوفهم اسلم عليهم كده ونغني لايف مع بعض. يا باشا انت طالعه الجايه بتاعت القاهره ده لازم يشوفوك. انت مين مش تيجي الصعيد؟ احنا تعبنا اقسم بالله من كتر ما والله هاجي لكم، هاجي لكم احلى صعيد في الدنيا والله. انا احنا فاتتنا حفله عندك على فكره كبير. خلاص الحفله الجايه لازم انتوا تيجوا بقى، تجيبي الاشبال ويطلعوا يغنوا معايا على الستيج بقى. ده احنا عنينا بس الاشبال اصلا نفسها تروح. يلا هاتيهم وتعالي تنوروني. نورتينا تينا جدا واستناكي كل اسبوع. نورك يا مون، نورك يا غالي. نروح نسمع غنوه ونرجع نكمل معاكم باب الغنى. مين عطر؟ يلا. ولسه بتسمعونا على الراديو 90 وصفحتنا على فيسبوك. الكومنتس بتقول محمود البرتغالي بيمسي على كل مستمعين راديو 90 بيحب الصيف طبعا. ومحمد محمود عبد الرحمن بيقول اغنيه روح، يا روح يا روح، يعني حاجه من الاثنين مفيش اي تشكيل في الموضوع. مين تاني؟ رميساء ممدوح بتقول كل اغاني رنوش القمر زي بينا خير وعندي الجرأة وقلبي معلم واوبا طبعا سلام. لنوش وهبه بتقول عايز اسمع اغنيه مازنجر لموسى طبعا حبيبي موسى. عندنا مازنجر صح؟ ماشي دور بقى موسى بقى نسمع غنوه حلوه نقفل بيها الحلقه الجميله دي. معانا مهراتي. مهراتي ازيك يا ون؟ اخبارك يا هندسه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كله حلو زي الفل. طمنيني على رسوماتك. رسوماتك عامله ايه؟ رسوماتي زي القمر، هنزل لكم رسمه قريب، عندي معرض بكره. ربنا معاكي. طب يا ترى الرسومات في الصيف بتختلف عن في الشتاء ولا الموضوع عادي؟ طبعا طبعا والله. اه ايه الفرق؟ ايه الفرق بقى؟ الالوان. الالوان؟ اه والروح. الالوان السخنه والالوان البارده. اوه ده في الوان بارده والوان سخنه. ايوه والمواضيع بتختلف. وبتتفهم في الاخر ولا صعبه برضه؟ على الله بقى. انت وحظك يعني، اتفهمت اتفهمت ما اتفهمتش انت يعني، ما احنا غيرت لك الوان اعمل لك ايه تاني؟ يعني ايه نعمل لوح مفهومه يعني؟ يعني ايه؟ صح؟ انت بتوع فنون تطبيقيه، انتوا فنون تطبيقيه؟ ايوه لا صح؟ تربيه فنيه. انتوا بتوع تربيه فنيه انتوا، عارفكم. ماشي. ايوه احنا ما بنعملش حاجه مفهومه ابدا. بالظبط. طب قولي لي بتحبي تمثلي على حد؟ امثل على الجيش كله. على زوزو تحديدا. ماشي. وسبيشال طلب كده ريكوست يعني قرايبي عشان هم لسه راجعين من السفر بقالي كتير قوي ما شفتهمش. فممكن شغلهم اي حاجه حلوه. على زوزو السفر. الحمد لله على السلامه بقى.
الحمد لله على السلامة. هلا هلا أيوة. ماشي دي موجود. أيوة. مفيش مشاكل. طيب قولي لي اغنية الصيف بالنسبة لك ايه؟ ممكن مثلا العنقود، حاجة شهيصة كده، حاجة غير مين عطا؟ طيب يعني حاجة بتسمعي ايه غير تاني بيفكرك بالصيف؟ اي حاجة حسين الجسمي بجد، شهيصة كده لعلعة. جميل. طبعا. طب يلا نلعب بقى. يلا نلعب. عايز لك حاجة ايه صعبة كده؟ يلا صورك بلاش. اسمع مني وعيش مع قلبي زماني، وتدوب فيا واحبك تاني، كفايه عشت كتير من قبلك بحلم بيك، تبعد عني ليه؟ طب ما انا قدامك بسال قلبي ايه احلامك، لو تتمنى الدنيا بحالها تكون في ايديك. لو على قلبي. مين اللي قالك؟ صاحبتي. ايوه صاحبتك. مين؟ لا مش هينفع نقول اسرار علي. اسمها ما ينفعش يتقال. ها اه يبقى زوزو اكيد. هو في غيرها؟ هنقول عشان نقول. ها عشان نقول. ماشي عشان نقول. نورتيني يا راتي والله. استناكي كل اسبوع تكلمينا. وللاسف يا جماعه يعني حلقتنا خلصت النهارده معاكم. هتستنونا كل حد من 6 ل 8 باب الغنى، وباذن الله الحد الجاي رنا هتكون موجوده معايا. كل حد من 6 ل 8 اسمعوا احلى مزيكا، وهنلعب مع بعض احلى لعب، واللي عايز يغني هيكلمنا برضو على الهوا. واسيبكم مع عايز امسي بس قبل ما اقفل على راجي كمال احلى لاعب قانون في مصر، عشان بيسمعنا دايما كل حد، اخويا وحبيبي، بمسي عليه. واسيبكم مع موسى مازنجر، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله الحد الجاي. والسلام عليكم.